Alors, salam alaikum. On va faire une petite formation sur les startups, sur les projets, la création de projets, comment créer un projet, comment créer une startup. Puis chacun le molachas. Les gens qui ont des idées sur les startups, ils peuvent suivre les petites vidéos, on dirait sous forme de petites vidéos, mais photos comme ça pour chaque vidéo. Je n'échappe pas à un concept. D'accord? Regarde les concepts qui gagnent les startups. D'accord? Donc, pour commencer, donc rapidement, parce qu'on aura des minutes pour expliquer. Donc, concernant le Qarar 1275, le huwa n'aqad bin le Wizara al-Ta'lim al-Ali et Wizara al-Startup, le hadaf منه انه هو تشجيع الطلبة على إنشاء مشاريع تبعهم. D'accord? Donc, باش هما يولوا عندهم قادرين يديروا مشروع تاعهم، يخدموا رواحهم، يخدموا دوطخ بيغسون اكسيتا. وهكا يتمشى الاقتصاد في العالم، عادة يتمشى بالمشاريع، سواء دي ستارت اب ولا دي بروجي عاديين، دي بي ام. داكوغ دونك في اكتويلمون دونك في الجامعة، إذا أنت راك طالب في الجامعة أو حتى أستاذ، دونك عندك تخوا شوا، دونك عندك سوا بروفي، سوا ستارت اب، سوا بي ام. دونك مثلا أنت راك تخدم على أون إيدي innovante. Donc, il y a une idée innovante. Donc, lesquelles le fait qu'attaque, il y a un jeune ébticari, d'accord? Il y a une innovation, اختراع. Très bien, Angolo. Je suis une bosse toi. Donc, fait le halal, on t'a recteur la chose qui s'appelle brevet, d'accord? Là, on y a des fautes sur le procédure, t'as le brevetage. Je te dis le barat l'اختراع. هذه اسمها بروفي داكوغ دونك هنا جينيرالمون طلبة الدكتوراه ممكن يحصل ليها خاصة الدكتوراه ماستر قليل وين يديروا براءة اختراع لكن عادة في طلبة الدكتوراه ممكن يديروا براءة اختراع ماستر ممكن أيضا لكن قليل النقطة الثانية واش هي ستارت اب باسكو حنا جينيرالمون الناس تخمم واش الفرق بين ستارت اب بي ام الستارت اب هي المشاريع اللي عندها إمكانية النمو السريع صادير اليوم مثلا راه يدخل مليون لنفرض مليون في الشهر من على عامين ثلاثة ممكن تولي دخلك مليار في الشهر داكوغ دونك هذه هي هادو هما لي ستارت اب كي نقولوا ستارت اب هذا هو تقريبا التعريف تاعها كاين يقول لك سي لينوفاسيون لي دير لك نمو سريع مي غيالمون سي الحوس على النمو السريع على سكالابيليتي بلي المشروع قابل للنمو السريع إذا أي مشروع قابل ينمو نمو سريع تسمى ستارت اب داكوغ بيان سور قد باش تولي نمو سريع زعما كيما قلت من مليون في خلال عام ولا عامين ولا ثلاثة تولي مليار هذه ماهيش فكرة عادية يعني فيها انوفاسيون سي بور سا يقول لك لازم انوفاسيون دونك ماهيش هذه الانوفاسيون ما عندهاش علاقة ماشي دائما عندها علاقة بالبروفي ممكن يكون عندك بروفي وعندك فيه انوفاسيون بصح ما يجيبلكش دراهم D'accord? Mais start-up, qui nous dit start-up, c'est une canillette de nouveau salaire. D'accord? C'est la scalabilité. D'accord? Voilà, donc, c'est comme les start-up. Start-up, maintenant, tu as besoin de beaucoup de temps. Dans un temps court. D'accord? Mais si tu as un projet, tu as besoin de beaucoup de temps, bien sûr, mais ce n'est pas de beaucoup de temps. Ou la canillette de beaucoup de temps, ou la canillette de... باش يكبر لا كورب دو كروسونس تاعه ما تكونش تكون عاديه كاي مشروع اقتصادي مي يكون عندها جدوى اقتصاديه بيان سور لازم يكون المشروع تاعك يدخل دراهم يخدمك انت يخدم زوج معاك انت على الناس 100 واحد ما يهمش دير اوزين دير كذا هادو يسموهم لي بي ام المؤسسات المتوسطه والصغيره داكوغ دونك هادو هما ثلاث انواع ولا ثلاثه اللي راهم يخدموا عليهم الطلبه دونك اي طالب دركا عنده فكره إما غادي يروح بروفي إذا كان عنده براءة اختراع إذا كان عنده براءة اختراع إذا يدير براءة اختراع بروفي اللي في كيكون في عنده جانب ابتكاري سواء يدخل درهم ولا ما يدخلش درهم المهم جانب ابتكاري يعني باغي نصنع بوتي دو بشكل معين بشكل آخر مثلا هي تسمى براءة اختراع أما ستارت اب نو سي المشروع عندي فكرة تاعي اللي يدخل درهم بزاف في وقت قصير وتنمو بشكل كبير داكوغ ساي تنمو بدون تكاليف كثيره بلا ما نصرف عليها بزاف هي تقدر تنمو ونصرف عليها مش ما انت ما نصرفش بصح سي ماشي كيما البي ام بي ام نو باغ اكزومبل ندير اوزين خاصني مثلا مش عارف 10 ملاير باش ندير اوزين بعد سي بون الاوزين يحبس عند ان سارتان سوي ساي ما يقدرش يدير اكثر يفابريكي اكثر دونك خاصني ندير اوزين واحده اخرى خاصني نعاود نصرف بزاف باش ندير دوزيام اوزين باش يدير لي انتاج اخر بصح ستارت اب نو
انا ندير ليسونسييل في الديبي، من بعد سي دو لا بوبليسيتي اكسيتيرا، والتوسع ما يكلفش بزاف كيما لي بي ام. دونك ستارت اب هما الامكانيات نمو السريع، نمو اكسبونونسييل، والبي ام هما المشاريع ذات جدوى اقتصاديه، داكا اللي دخل دراهم بصح امكانيه، ماشي شرط النمو السريع. هادو هما ثلاث انواع ولا الفرق بين بي ام ستارت اب وبروبي. في الفيديو الجاي غادي نشوفو كل وحده بيان سور كيفاش لا بروسيدور تاعها، لي ميثود دو فينانسمون تاعها اكسيتيرا. شكرا.